ترى أنسى كل شيء ولازم تتحملني. إذا شفتيني متوترة بدون سبب هذا طبع فيني. ترى دائما أدور وأتحرك وعندي طاقة. لا شفتني أتكلم كثير وقاطع أكثر، ترى هذا غصب عني. حاول تذكرني. بعد ما عرفت شو السالفة قدرت أسيطر على نفسي والأمور هدت. صحيح إني للحين أتحرك كثير، بس اللي حولي صاروا فاهميني. كل ما توترت عرفت إن الموضوع تحت السيطرة كل شيء له حل. ما تدري وش فينا؟ أنا عندي اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه. ADHD. تعاني؟ لا تخجل من السؤال. المعرفة بداية الحل.